طب ايه رأيك يعني نشوف معانا الأستاذ مفيد؟ من شوية كان بيكلمنا على يعني موضوع مسائل خاصة وعلى حكاية الرأس. ايه رأيك نشوف معانا صديقة مشتركة وعلى الغدر لا وليها علاقة قوية جدا بالرأس وبتحبك قوي، وهنشوف هتقول ايه لنبيل عبيد. نشوف شاشات بلبلة. جابوني في ساعة صفا. اولا بقول لك وحشتيني جدا. عمر زهران دوت بيجيبني على طول من اي دخلة على فرح في اي حتة اروح لقيتني. طبعا انا ما اقدرش اتاخر ابدا عشان صفاء ابو السعود وعشان مخرج عمر زهران، وانا عملت قبل كده ساعة صفا ودي حلقات ناجحة جدا بالنسبة لي ارتشي. الحاجة التانية ما اتاخرش ابدا لما يجي يقولوا لي تقولي ايه لنبيل عبيد. بلبل انا عايزه اقول لك حاجه، انت عملتي قمم في السينما، مثلا شادر السماك عملتي، عذراء الشعر الابيض، عملتي افلام حلوه قوي قوي قوي. تاريخك في السينما مش محتاج مناقشه خالص. انا بقول ان التلفزيون محتاج تعملي مسلسل حلو. عايزه اقول لك حاجه، معلش ده كنت بقوله لك من زمان وما زال بقوله لك، انت في حاجه حبيتيها قوي 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 اكتر من نبيل عبيد، السينما. عارفه ليه؟ لان كان لازم تجيبي طفل، معلش انا لو حتى ضايقتك بالسؤال دوت، لكن كان لازم تجيبي عيل عشان كان يبقى ذكرى ليكي منك. بس انت حبيتي السينما، وهسيبك بقى تكملي بقيه البرنامج، لاني انا كان نفسي قوي ان ربنا يطعمك بعيل يعني. ومعلش الايام جايه ان شاء الله ربنا كبير. ببوسك. اولا فيفي دي انسانه جميله جدا وجدعه جدا جدا جدا، واللي بتقوله ده انا حاسه انه من قلبها فعلا. يعني حاساه دلوقتي. نتكلم عن المسلسل ونقول المسلسل احنا فعلا بنحضر المسلسل ان شاء الله. اما حكايه الطفل يا فيفي، فانت عارفه ان انا طول الوقت كنت يعني انا اللي برغبتي. يعني مش يعني برغبتي عشان الشغل مش عايزه. لكن ما انكرش ان انا دلوقتي ندمانه. انا دلوقتي ندمانه لان انا بحس بقى ايه. طبعا انا عندي ولاد بنت اختي وابن وبنت اخويا، كل دول صغيرين حواليا. بحس بقى بطعم الحنان لان دول مني طبعا. مني. يعني في نبيله اسمها نبيله عبيد برضو صغننه قد كده اهو. فعندي الاثنين الصغيرين التانيين برضو بحسهم مني طبعا، ساره واميره. فبحسهم دول برضو مني. لمسه الحنان اللي بتحس تحصل بيني وبينهم دول لها طعم. لها طعم. فما بال بقى لو كان حاجه بتاعتي انا شخصيا. فمعلش ربنا مقسمها كده. مقسمها كده ما فيش. هل انت كنت تتمني ان فعلا يكون لك طفل ولا طول فتره ما انا بشتغل حقيقه لا كنت مش حاطه في مخي ابدا. ما انت على طول بتشتغلي، يبقى انت ما كنتش حاطه في مخك ابدا. صفاء في كلمه بيقولها حسين كمال وهو مظبوط في الكلمه اللي بيقولها دي ومش هنساها ابدا. قال لك دي طول النهار واقفه على ميزان، على الميزان بتوزن نفسها وماسكه السنتيمتر بتقيس وسطها. فيبقى منين اذا طول النهار واقفه بعمل كده، يبقى منين هيجي لي التفكير ده كان غلط. ده كان غلط طبعا. امي كانت هتتجنن جدا يعني. لكن دي كانت برغبتي. يعني عزائي الوحيد ان انا ما بقعدش مع نفسي واقعد اقول ليه ومش ليه ويا ريت، ان انا ده كان برغبتي الشديده. طب عفوا انا هقطعك، بيقال انه وقت ما كنت متجوزه الاستاذ عاطف سالم انه كنت انت يعني حامل وتعمدتي انك انت تتخلصي من الحمل. ده كان زمان وبقى اطول مني دلوقتي. طبعا كان زمان بقى. يا ريت
دلوقتي يعني هل ده صحيح؟ هل ده صحيح؟ صحيح. بقول لك كان بيبقى برغبتي يعني، كان بيبقى برغبتي يعني، مش مثلا في لا ببقى انا اللي عايزه كده. بس ساعتها كانت في زعل بينك وبين استاذ عاطف بسبب الحكايه دي زمان؟ ساعتها كان كل التركيز عشان الشغل برضو يعني، هو ما كانش عايزنا اشتغل. ما غضبش انك انت نزلتي طفل؟ غضب. كانت طبعا مشكله كبيره؟ لا ما كانش مشكله كبيره ولا حاجه، لان انا كان في 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 مخي الشغل. بس انا وقتها ما كنتش قادره اتحمل يعني، عارفه ازاي سني صغير جدا، مش عارفه، مش فاهمه ايه اللي بيحصل فيا في التغيرات واللخبطه اللي بتحصل في الواحد دي، فما كنتش ببقى قادره اتحمل ده. ومخي في الشغل بقى، عارفه عايزه تشتغلي ومش حابه انك انت ترتب او حاجه تربطك او حاجه تضيع منك فرصه. وعي ما كانش ما يعني كان في الشغل اكتر يعني، غير الوعي بقى بتاع دلوقتي والسنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها يختلف يعني. من عياله صغيره عايزه السينما وعايزه الاضواء والناس والشهره وده وده وده، مش مفكره بقى في الحته دي خالص. طبعا دي كانت غلطه. طبعا غلطه كبيره.